احنا معانا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التليفون. اهلا بسيادتك يا فندم، انا سبق وقفت قبل كده وفي ناس اتريقت عليا، بس لا املك الا ان انا اقف احتراما لحضرتك يا فندم. لا 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 يا فندم والله، لا يا فندم والله، اتفضل يا فندم. شوف يا استاذ يوسف، انا مهتم ازاي الناس معه وافهم الناس بتفكر ازاي. بعد كل الكلام اللي احنا قلناه، بعد كل اللي احنا بنقوله بنشرحه للناس، الاختلاف في الرأي مهم، صح، لكن الاختلاف في الفهم مشكلة. أنا بقول لك إن البلد دي قدرتها الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة، ده أنا بعترف لك، بقول لك ما أقدرش، مش أنا اللي ما أقدرش، قدرتها ما تقدرش، الدولة قدرتها ما تقدرش. طب ليه؟ هي إمكانياتها كده. إن كان حد يقدر يعمل حل يجي والله معايا وأنا هبقى سعيد بيه، أي حد، وعينه مسؤول ويتولى ويشوف، وهسقف له وأبقى سعيد بنجاحه، لأن نجاحه هيبقى نجاح لينا كلنا، نجاح هذا يعني اللي بيتكلم وبيطرح حلول ومهتم قوي بالمواطن وظروفه الصعبة، وإنه يعني ما حدش يعني مهتم بيه ولا بيخلي باله منه. لا ده خطير الكلام، خطير جدا. وما فيش حاجة ضيعت مصر خلال الخمسين سنة اللي فاتت، يعني ان احنا مش عارف، مش شايفين ولا مش عايزين نشوف، مش عارفين ولا مش عايزين نعرف، ولا احنا بنضبط كلام جنب بعض كده وخلاص، ولا احنا بنحط كلام. مش كفايه اللي حصل لمصر في 2011؟ ما شفناكمش ليه في 2013؟ كنتوا تقدروا تعملوا حاجه؟ كنتوا تقدروا تعملوا حاجه؟ انتوا سبتوها لما اتحرقت واتخربت كلها. وبعدين بقى لما انا بتكلم بصراحه من قلبي بقى، ارجوك اتفضل يا فندم. كلكم امال ايه؟ كله جري وخاف، حد يقدر يقف؟ كانوا دبحوكوا في الشوارع. لو مفيش ايد حديد كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت، ولا نسيته؟ وما كانش حد يقدر يرفع صوته لولا ان في جيش قوي وقادر. انا بقول الكلام دوت وانا كنت شاهد عيان في كل شيء، مش واحد قاعد لمؤاخذه على جنب كده، لا، الكلام اللي بيتقال ده يزعل قوي، زعل قوي. سيادة البلد الرئيس، دي كانت هتتحرق، ولا كنت هتقدروا كلكم تعملوا حاجه. سيادة الرئيس اسمح لي اسمح بس يا يوسف، اتفضل يا فندم. كان كل المطلوب حاجه واحده بس، اسكت انا واتحط على الدماغ واسيبكم، واسيب الناس كلها، ومحدش هيقدر يقرب لهم، عندهم قواعدهم اللي عبارة ما خلصت عليها خدت 8 سنين وقدمت أكتر من 3000 شهيد و 12-13 ألف مصاب. بأمن؟ لا مش بأمن، ده دوري اللي ربنا سبحانه وتعالى مكنني إن أعمله. أنا تعليقي كله على استقبال الناس، على القدرة على إن الناس تبقى صاحبة، يعني مش عايز أقول كلام ملوش لازمة. إيه ده؟ تاني؟ انتوا مفيش فايدة؟ أنا التاريخ كله عندي يا يوسف. عارف. لا لا ما تعرفش، أنا كنت مدير الاستخبارات ومسؤول عن الأجهزة الأمنية الفترة دي كلها، وعارف كويس الناس كانت بتعمل إيه. عشان كده أنا متأكد يا فندم. لا لا بس اسمع، أنا بكلمك عشان لو سمحتم، أنا كنت لسه بتكلم على دور الإعلام، وبقول إن الإعلام بيعمل سياق إعلامي فكري. مش هنرجع تاني؟ إيه ده؟ تاني؟ بقى النهارده بقول إن البلد مش قادرة تعمل تعليم كويس، ده أنا اللي بقول، قلت من إمتى؟ من أيام الحملة، وهو
فهمت من امتى؟ من لمؤاخذه من اثناء حتى 2011 البلد مش هتقدر تعلم كويس لانها ما عندهاش القدره الماليه لكده. هو كلام لا غصب عنك تعلمهم؟ طب علمهم ازاي؟ علمهم كويس ازاي؟ طب منين؟ نفس الكلام للصحة. ده انا بقول ان الأسرة اللي موجوده عندنا هي 50% من المطلوب. ايه رايك بقى؟ لا خفينا معلومه ولا خبينا مواقفنا. صحيح. احنا بنعرض قدراتنا وبنقول لو حد عنده فكره يقولها لنا. احنا عملنا ايه؟ استهداف مبادرات زي فيروس سي وزي الامراض الغير السريه وزي القوائم الانتظار وكلام من هذا القبيل. ده اللي احنا عملناه. في حد تاني يقول لنا على حاجه تانية؟ طب ما احنا بنقول للرجال الاعمال تعالوا خدوا المستشفيات واللي احنا بندفعه هندفعه في علاج الناس بتوعنا. هدفع 50 مليون بدفعهم في السنه دلوقتي مصروف المستشفى دي حدهم لك وانت تديني بيهم خدمه للمواطنين ببلاش. حلو. ده كلام اللي احنا بنقوله. لما حد تاني بعد كل الكلام ده يقول لك لا احنا والله مش شايفين مش عارف ايه، ايه ده؟ لا لا، مفيش منصات اعلاميه تسمح الكلام هنا. مش واحد تاني يقول لي انا بكلمت على دوله وقلت الدوله دي ساعه لما اتضربت ودمرت شعبها كان بياكل بيضه في الاسبوع ورغيف في اليوم سنوات طويله جدا عشان يعيد بناء نفسه. احنا ما طلبناش من الناس كده. احنا دخلنا حرب بقالنا 50 سنه جابت الارض دي، جابت بلدنا دي على الارض، جابتها على الارض. ولما بقول لكم ان البلد ما فيش فيها حاجه واقفه على حيلها، تعالى خدكم معايا ركبكم العربيه والففكم مصر واوريكم اللي انا بشوفه واللي بيوجعني ويؤلمني. الحكايه غريبه قوي. الحكايه اللي انا بسمعها وبشوفها. طب انا بتابع البتاع يعني انا مش يعني لا بصحى من خمسه وبقعد لغايه دلوقتي مش مستغرب يا يوسف. مش مستغرب. انا مستغرب وانا راجل كبير يعني مش لا يا فندم ربنا يديك الصحه يا فندم. لا يا فندم بس انا مستغرب وانا انا قلت كده. انا اتكلم الناس عشان اشرح الحكايه عشان مش عشان ادافع عن نفسي. ده بعمل سياق لفهم حاله مصر عشان تساعدونا. تاني هنعيد تاني كلام كلام كلام. لا لا يا نهار ابيض. انا بصراحه يعني والله العظيم سبحان من خلق الناس. سبحان من خلق الناس وجعلهم ان هم يستطيعوا ان هم يتحدثوا بهذا الشكل ويعني يبقى شايفين الحقيقه او يشوفوها ويحرفوها. يمكن يا فندم الناس بتتكلم او المعارضه بتتكلم انطلاقا من ثقتهم في قدرة حضرتك على تحمل الكلام وعلى سعة الصدر. أنا هسألك سؤال. اتفضل يا فندم. هو أنا هتحمل الكلام ولا هتحمل الظروف ولا هتحمل الهموم ولا هتحمل الظروف الفقر اللي احنا فيه ولا إيه؟ ولا هتحمل ضعف الأداء ولا إيه ولا إيه؟ أرد من قلبي ولا إيه؟ نعم. أرد من قلبي؟ طبعًا. الرئيس السيسي اللي احنا رحنا له كلنا وانا عارف انا بقول ايه، كلنا من قبل 30/6/2013 وطلبنا منه يا فندم ما تسيبناش لوحدنا. هو نفس الرئيس السيسي في 30/6 اللي ما خذلش مصر، وهو نفس الرئيس السيسي اللي طلب التفويض ومصر كلها نزلت له قدها وقدود يا فندم. استحملنا شويه. استحملنا شويه. الموضوع مش ان هي قدها وقدود. قدها مش انا اللي قدها ودنيا يوسف. احنا كلنا لما نكون امناء ومخلصين لبلدنا والملف اللي بنتكلم فيه نكون دارسينه كويس قوي مع بقيه الملفات وتاثيرها ونقول فعلا بعد الدراسه انا بطرح عليك الحل ده وهعمله لك. اقول لك طب تعالى اعمله. طب ليه مش بتحداك؟ انا محتاجك بدل ما انت عرفت بتحل المساله. بقول لك التعليم اللي انت بتتكلم عليه ده على الاقل 250 مليار. اللي متوفر منه ولا نصه في موازنه التعليم الاساسي ولا نصه. ده لو 250 مليار انت بتدي المدرس 2000 و3000 و4000
هو ده اللي احنا بنتعلمه. صح. تقنعه ازاي ان هو يشقى معاك عشان يطلع لك ابنك او بنتك كويس؟ احنا بنتكلم على مين؟ على اللي بيقدر يودي ابنه مدرسه يعني كويسه ويدفع لها، ولا بنتكلم على المواطن الغلبان اللي بيودي ابنه مدرسه حكوميه؟ الغلبان. انا بقى بتكلم على الغلبان اللي هو قد ايه؟ اللي هو 60 70%. طب ده مين يعمل ايه؟ اي حد بيكلمني، بيكلمني حتى اللي كان بيكلمني دلوقتي، ولاده في المدارس الحلوه ما عندوش المشكله دي. ما عندوش ايه؟ ما عندوش المشكله دي. لا انا مش بكلم يوسف، خلي بالك، ما انا ولادي في المدارس الحلوه بصراحه. لا 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 استنى يوسف، بس مطلعين عينينا يعني. مش بكلم يوسف. عارف يا فندم، عارف يا فندم. انا مش بكلم يوسف، عارف. انا بتكلم اللي بيقول يعني صعبان عليه الولاد الناس الغلبه يعني. احنا مشينا على الطريق بالعربيه. انا بتكلم على الغلابه يا يوسف، مش كلام دغدغه مشاعر. والغلابه عارفين ان الرئيس السيسي هو رئيس الغلابه يا فندم. شوف انا الرئيس السيسي رئيس كل المصريين، بس لكن انا بتكلم على ان احنا اذا كان المنهج اللي احنا بعد كل الاخلاص ده اللي احنا بنتكلم بيه هيبقى ده الشكل اللي احنا شايفينه، ده يخوف جدا على مستقبل بلدنا. ده والله العظيم، لان التحديات اللي موجوده في البلد دي عايز عمل متفاني ومخلص لمده سنين طويله جدا جدا. كتير من اللي اتكلموا على التجارب يا يوسف بتاعت الدول زي كوريا الجنوبيه وزي سنغافوره وزي ماليزيا، اتكلموا على التجارب فقط لكن ما قالوش على السياق اللي كانت الدوله ماشيه فيه. صحيح. على الاقل 20 30 سنه فضلت الدوله حاشده طاقتها ال 20 30 سنه دول. لو النهارده احنا بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها ديت هنفك تاني، وبتتكلم على انك انت عايز تمارس انك يعني دور وبتاع، ولا باس، وانا والله مرحب بالكل، والله العظيم مرحب، واللي شايف انه عنده القدره يتفضل، والله العظيم هساعده واقول له تعالى خش امسك الملف ده وخلصه، واول ما هيخلصه او انا هدعمه وهو بيخلصه وهسقف له. الحكايه مش كده خالص يا يوسف. احنا في حته، البلد وظروفها في حته، وكلام الاخرين في حته ثانيه خالص. وبالتالي ما يصحش كده. ليه ما يصحش؟ عشان الغلابه اللي موجودين في البيت دول يبقوا فاهمين كويس قوي ليه احنا مش قادرين نعمل معاهم كده. مش قادرين ولا مش عايزين يا يوسف؟ لا احنا مش قادرين. احنا مش قادرين يا الاراده يوسف. موجوده والجهد يا فندم. واسمح لي في المقاطعه، وانا اسف ان انا بقطع سياده الرئيس يا فندم. انا عارف انه بالتاكيد من موقع سيادتك ومن خبره حضرتك والمواقع الكتير عارف كل الناس بتفكر ازاي والشارع ماشي في اتجاه، بس انا راجل يمكن حبتين بمشي في الشارع كتير حبه. الناس يا فندم ما بتثقش غير في سيادتك. لو حضرتك قلت كذا صح هيبقى صح، وعد الناس عارفه ان هم مصدقين. طب ليه احنا ما نتكلمش كلنا يا يوسف لغه، مش هقول زي بعضنا، ولكن لغه بتحمل فهم مشترك للقضيه بحلول ممكن تكون مختلفه. يعني خلينا نفهم القضيه، فهم مشترك يعني ايه؟ يعني نشخص. هو التشخيص بتاع التعليم في مصر لو جبت 10 سنين فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. ما يتغيرش. طب جبت 20 سنه فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. طب جبت 30 سنه فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. نفس الكلام للمستشفيات. اذا ما فيش حد هيقول جديد يا يوسف، التشخيص واحد. صح. خد بالك، وده الفرق بين الدول الغنيه والمتقدمه والدول الفقيره. لكن الدول الفقيره فضلت تقول لا وتتكلم كلام ما تطحنش نفسها عشان تخرج من الفقر. بتحب الفقير يا يوسف؟ طب اشتغل عشان. بتحب الفقير يا يوسف؟ محدش ما يحبوش وعاوز يساعده ويشتغل علشان. مش كده؟ طب انا هقول لك، هو النهارده يعني المواطنين الكتير قوي اللي احنا لما بنقول نعمل مشاريع ضخمه كتير عشان ناكل فيها 5 مليون انسان،
طب لو دول يا يوسف لو ما فيش شغل لهم هيعيشوا منين؟ ولا حاجه، راحت. فيجي حد تاني يقول لك ايه؟ طب ما توزع علينا شويه يعني مساعدات ونحسن حياتنا وبطل قفل الشغل ده. تخلص بكره. طب انا ال 5 مليون دول هوصل لهم ازاي؟ ده في 5000 شركه شغاله، كل مدير رئيس شركه او مدير شركه او مقاول يعني بيشغل الناس بيبعت لهم الفلوس اللي هي بتاعت الشغلانه ديت. الخلاصه عشان بس ما تقولش عليك. لا ارجوك يا فندم كده. انا القضيه كلها لفتت نظري ان بعد كل الكلام اللي اتقال اللي كان حسيت ان احنا محتاجين نبذل الجهد كلنا اكتر من كده. ولكن عايز اقول ايه؟ ما هو يمكن كل الناس هتبقى زي بعض، صحيح. مش ممكن الناس كلها هتبقى زي بعض. ولازم هتبقى في ناس مختلفة. ومش كل الناس هتبقى يعني زي ما احنا عايزين يعني. وده الحال بتاع كل البلاد في الدنيا. بس بقول ان مصر مش في الوقت اللي احنا فيه ده. مش محتاجة الحكاية دي دلوقتي. مش عشان انا موجود فيها. لا والله. عشان ظروفها ما تستحملش ده. وساعة لما يحصل حاجة في البلد دي الناس هتسيبها وتمشي. الناس هتسيبها وتمشي. ويقعد فيها الغلبان. اللي هو ما يقدرش يمشي. انما اللي معاه خلاص بقى هنعمل ايه؟ طب ما بقتش وبنقول هو الناس اللي بتطرح الطروحات في اللي بتسمعوها في البرامج المختلفه للدول اللي احنا بنتكلم عليها من غير ذكر اسماء. هم بيقعدوا يتكلموا في التلفزيون وطرح وتلاقي ده بيقول وده بيقول. طب ما اتعملتش ليه؟ طب ما اتحلتش المساله عندهم ليه؟ وانا قلت كده التشخيص اللي انا بقوله على مصر ده ينطبق على دول كتير جنبينا. انما الفرق فيها حاجه واحده. ان يا ترى اللي ربنا وفق بايه عشان تتغير مسارها وتمشي في اتجاه مختلف. ما تضيعش. مصر مش هتضيع غير بان احنا نبقى كلنا نتناسى رغباتنا واهوائنا و مش هقول افكارنا، لا الناس كلها من حد تفكر زي ما عايزه، لكن رغباتنا واهوائنا لغايه لما البلد دي تعبر ما هي فيه. طب ياخد قد ايه وقت؟ حسب جهودنا اللي هنعمله وحسب تضحياتنا اللي احنا هنقدمها. كل كلام اللي كنت بقوله النهارده في اول المؤتمر في اول يوم والنهارده بينصب على حاجه واحده بس، ان بناء الدوله دي يحتاج تضحيات من شعبها، كل شعبها. لما نقول التضحيات ديت ده مش معناها حد ما يسمع كلام يقول لك يلا انت عايز تجوعني بقى ولا ايه؟ لا ما قلتش كده. بس مش هقدر اقدم لك اللي انت نفسك فيه في ظل الظروف اللي موجوده ديت. لما الامور تتحسن احنا كنا ماشيين في 2016 لغايه قبل كورونا ماشيين كويس قوي. صحيح. والامور بتتحسن والناتج المحلي بيزيد ومعدل النمو بتاعنا بيزيد والدخل الفرد بيزيد. الدنيا ماشيه. لما الدنيا وقفت السنتين بتوع كورونا والسنه الثالثه دي حافظنا على ان الدنيا ما تنهارش بينا. فالناس بتتكلم وكأن ما حصلش حاجه. يا يوسف خلي بالك اللي حصل في 2011 و13 ده يجيب اي دوله الارض. مش مصر اللي ظروفها صعبه. انا بس حبيت اتكلم معاك. ده اولا انا حظي حلو بس وانا لو حبيت اتقل ينفع ولا ما؟ كالعاده. العادة ينفع يا فندم ربنا يخلي حضرتك. طب سيادة الرئيس أنا لو أذنت لي رئيس الجمهورية هو اللي وجه بالحوار الوطني ورئيس الجمهورية هو اللي وجه بتشكيل لجنة العفو الرئاسي ورئيس الجمهورية هو اللي وجه بالمؤتمر الاقتصادي فعايز رئيس الجمهورية زي ما عودنا طول الوقت وزي ما احنا دايما آملين بل احنا واثقين في سعة الصدر فوت يا فندم اكتر من كده معلش عشان انا عارف ان حضرتك انا عارف ان انا ليا معزه حبتين عند سيادتك يا يوسف انت مش واخد بالك هو انا عملت حاجه خالص انا فوت ليه بقى فوت عشان الرئيس انا مش عايز حضرتك تبقى متضايق والله العظيم انا مش متضايق انا بقدر الموقف وبقول يا جماعه المسار ده يخوفني
انا مش متضايق، انا خايف. لا، الرئيس السيسي ما بيخافش من حاجه. في 2014 ده اكتر الرئيس حاجه قال خاف لي عليها كده. بلدي يا يوسف، اسمع بقى. بتخاف على البلد بس مش بتخاف امال من ايه؟ طبعا حاجه. بس مش طبعا من حاجه. طبعا. 100 مليون يا يوسف، والتجربه اللي احنا مارسناها وعشناها كانت قاسيه قوي، والمفروض ان احنا نعمل كلنا انها ما تتكررش بينا تاني. فهي الفكره مش خوف شخصي على نفسي، لا عارف والله، انا خوف عارف على الناس اللي ربنا اللي انا بقيت مامون عليهم قدام ربنا. ال 100 مليون عارفين يا فندم. ما انا مش بتكلم على انهم عارفين ولا مش عارفين بقى، خلي بالك، ما انت بتتكلم على التلفزيون على الهواء يا يوسف يعني. ايوه. بس طيب سيادة الرئيس، لو احنا لو انا عايز افكر بصوت عالي، الطرح اللي حضرتك قلته في علاقه النظام الصحي بالقطاع الخاص، هل ينفع او هل وارد انه يتطبق بنفس ذات الشكل في المنظومه بتاعت التعليم عشان نقدر نتخطى حجم الانفاق الرهيب ده يا اللي احنا ما يوسف؟ نقدرش انا عليه؟ جاهز. اسمع، اتفضل يا فندم. التعليم ايه؟ التعليم يا يوسف عايز 60,000 مدرسه، اسف، 60,000 فصل كل شهر، كل سنه، عشان نستقبل الزياده الجديده. صحيح. 60,000 فصل دول، ده الفصل بس، الفصل بيبقى معاه يعني خدماته، يعني طبعا. يعني انت بتعمل المدرسه فيها 50 فصل، في دورات للاولاد والبنات، وفي غرف للمدرسين، وفي يعني في مدرسة متكاملة. مش عارف يعني. فانت النهارده لو قلت النهارده ان ال 60,000 فصل دول يكلفوا بين نص مليون او مليون، يعني انت بتتكلم 60 مليار. دول ما لهمش علاقه يا يوسف بتكلفه التعليم. ده المبلغ ده انت عايز تحطه ده عشان مبنى. تعمل المدارس ديت. ثم انت محتاج بقى يعني معاملة المدرسه اللي هو اجراءات تشغيلها. يعني ايه اجراءات تشغيلها؟ يعني المدرس ليه يدي بقى الدرس؟ لان العدد اللي موجود في التعليم دلوقتي حوالي 1.3 مليون في وزاره التربيه والتعليم. لو ما انت هتزود عدد المدارس ديت، المفروض بتزود عدد المدرسين كمان عشان يجابهم طبعا يعني العمل اللي هيتم في الفصول الجديده، مش كده ولا ايه؟ صح. طب ده بكام؟ حدث ولا حرج. لا يعني هتديه بكام؟ 50 60,000 مدرس كل كل واحد في سنه، متوسط قلنا 5000 جنيه في الشهر. 35. يا ريت، احنا بنظلم الناس وبنطلب منهم فوق طاقتهم. انت بتقول للمعلم خد دول وتعالى بقى يركب ميكروباص ولا يركب، هيجي يدفع منين؟ يفطر؟ طب يفطر ازاي؟ طب انا مؤاخذه يعني يلبس قميص وبنطلون ويجيبه منين؟ طب لو عنده بيت بقى يعمل ايه؟ هو ده الكلام. طب انا بقوله على الهوا؟ طبعا دي الحقيقه. اخبيها ليه؟ اخبيها لو انا عندي فرصه وحرمه كدوله. فارجع تاني، انت بتقول لي ايه؟ هل في حد في التعليم مستعد؟ اه مستعد. وانا حد المدرس، لو انا النهارده عندي 25 مليون في التعليم، وانت النهارده بقول ان الواحد فيهم يتكلف على الاقل 10,000 جنيه، 10,000، 250 مليار، طب انا بدفع منهم كام؟ 70 80؟ هتقول لي ايه؟ ادفع 70 80 يعني لقطاع التعليم الخاص ياخدهم منك وهو يدي التعليم ده. طب انا مستعد. عارف انا مستعد ليه؟ مش بقول لك كده عشان اعجزك في الكلام، لان اتمنى، بس هو ما بقاش اقتصادي ليه؟ ما بقاش ايه؟ ما بقاش اقتصادي ليه؟ طبعا لو هو، ما هو لو كان اساسا انا قادر على 250 مليار، يعني يبقى اقتصادي ليه؟ لكن انت النهارده جاي تديني مدرسه فيها 1000 طالب ولا 2000، وعايز تعليم كويس ادرها وانظمها وتديني الرقم اللي انا المفروض هدفعه بقى، اللي هو المبلغ اللي بدفعه المتواضع للمدرسه ديت. طب ما ده مش هيدي خدمه كويسه، وفي نفس الوقت انت غالي الايدي، بتقول لي ما تاخدش حاجه من الولاد او المصاريف اللي احنا بنتكلم عليه. طب الرقم هيبقى محدود ومتواضع، لا انا مش حاجة اشتغل معاك. فيتراجع. وانا بكلمك وانت احنا مش على الهوا اهو. يا ريت يا ريت يا يوسف، احنا مش هنعرف نحل المسائل اللي عندنا الا بافكار. صحيح. وانا قلت يا ترى النهارده يوسف لو شاب موجود جنب المدرسه، هو مجموعه شباب زيه دخلوا المدرسه دي وطبطبوا على المدرسين وشكروهم وعملوا اي حاجه تعكس تقديرهم للي بيعملوه، ده مش هيبقى لفته جميله؟ طبعا. طيب هتكلفهم حاجه؟
ولا حاجه. طيب ما هو احنا ما كناش كلنا كمجتمع نحط في ايدينا في ايدين بعض عشان نحل المسائل اللي ملهاش حل؟ ملهاش يا يوسف حل. كان انا قلت الكلام ده قبل كده. انا بدردش معاك بقى، ما احنا سهرانين. يا ريت. انا طول يا يوسف، انا كان احد الرسوم الكاريكاتير بتتكلم في التلفزيون فبتقول انا بكتب في ان احنا قادرين، وبقول لابنائنا ان احنا قادرين كاملين سوبر مان يعني. فقلت لها انا مش معاكي، ما تقوليش ما تعلميش الولاد ان هو مطلق القدره، علميه ان هو يقدر، لكن يقدر دي متباينه، لكن مطلق القدره ده مش صح. في حاجات اقدر اقول فيها ايه؟ ما اقدرش يا يوسف اعملها. وانا ما جيتش قلت لكم ابدا في الاول خالص كل اللي انا قلته ده بقوله دلوقتي. طب هو كلامي ما بيتغيرش ليه؟ لان التشخيص واحد يا ابني. صح. انت بتروح لدكتور ومعاك حاله. فالدكتور لو كان شاطر قوي يقول لك الحاله دي كده. طب انت عايز تطمن اكتر، تروح لدكتور تاني 10 يقول لك نفس التشخيص. تروح ل10 نفس التشخيص، يقول لك ايه؟ طب ما تيجي تطلع تسافر بره. طب سافر بره. يديك نفس التشخيص. القضيه يوسف ان التشخيص واحد يا ابني. التشخيص بتاع حاله مصر، هي دوله ظروفها الاقتصاديه صعبه. تقول لي الله يا فندم احنا بنشوفك بتبني وبتعمل في كل حاجه، ده اداره موارد. اداره موارد عشان طبعا. الدوله دي تعيش بقى، ما تبقاش شكلها كده زي حديقه الحيوان. يا انا اسف يعني، تخش تلاقي كلها اي كلام. طب ما كان مش كان في سنين قبل كده ناس نايمه في الصبيح في الشارع؟ اه. طب اتحلت ازاي؟ لما بنينا. لا اتبنت ازاي؟ بإدارة الموارد. بإدارة الموارد. ما اقدرش اخد موارد من حته او حاجه واحده واروح موديها في حته بس واسيب الباقي. انتوا ما تستحملوش كده. يعني ما تستحملوش تقولوا ايه؟ اوقف كل حاجه واصرف على التعليم. يعني ما فيش طريق؟ اه. ما فيش استثمارات؟ اه. ما فيش مواني؟ اه. ما فيش اي حاجه؟ اه. بس هنعلم بس. انتوا ما تستحملوش ده. ومفيش دولة تعمل كده. الدولة لازم تطلع بشكل متسق متوازي. 10 أدوار في كل 10 عمارات يطلعوا مع بعض. ما ينفعش ابدا. نقول ليه بقى؟ لان هم اساسا كانوا منخفضين قوي يا يوسف. هم كانوا من لو انا اسف يعني، العمارة كانت على الارض يا ابني. ده صحيح يا فندم. انت ايه؟ على الارض. على الارض. والله كان في حاجات تحت الارض يا فندم. لا خلينا نتكلم كده. فاللي احنا بنعمله بنقول نطلع بيها كلها. ما اقدرش اقول ايه؟ الغي بقى القطاع ده دلوقتي يستحملنا شويه وبعدين نبقى نعمله بعد كده. لا. لان اللي حصل خلال ال 50 60 سنه اللي فاتوا كانوا كده. طب يا فندم، انا طول عمري عايز اسال حضرتك، ليه اول حاجه بدات سيادتك تشتغل عليها القضاء على العشوائيات؟ ليه دي اول حاجه؟ لأن العشوائيات دي معناها أهلنا. أهلنا الغلابة اللي محدش أبداً كان قادر يبص عليهم أو يطبطب عليهم أو يساعد يديهم حاجة حلوة. وبالمناسبة يوسف، هي الشخصية العدمية بتتشكل من إيه؟ اللي هي ما عندهاش أمل أبداً. محبطة على طول. أنا النهاردة تبقى أسرة طالعة في الشارع. أنا آسف يعني. 5 6 بيخشوا، 5 6 أسر بيخشوا حمام واحد. تفتكر الولد والبنت دول هيبقى احساسهم ايه تجاه الوطن يعني؟ مفيش احساس، كراهيه. تجاه الناس. الناس اللي سايبانا وبيطلعوا عمره يا يوسف. اه. بيطلعوا عمره. اه. ويقولوا عارفين ان احنا غلابه ومرميين. انا ما بقولش عمره، لا، لا والله ما اقصد. لكن بقول لك يعني كل سنة بيطلع ملايين المصريين شايفين أهلهم في الشارع مرميين، ويطلعوا في التلفزيون يقول لك بص شوف الدولة، شوف الدولة سايباهم إزاي. طب ما الدولة مش قادرة تعمل. طب أنت تيجي تقول لي طب والله، طب أنت عملت إزاي؟ أقول لك كلمة صعبة يا يوسف؟ اتفضل يا فندم. مالكش دعوة بيا، مالكش دعوة بيا، أنت ما تعرفش أنا بعمل إيه. إحنا مقدرين. لا 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 لا، انت ما تعرفش. اللي يعرف واحد بس
ربنا ربنا يا يوسف عارف ونعم بالله اللي يعرف انا بعمل ايه وبيساعدني مين؟ ربنا. عشان كده انا دايما دايما شاكر الحمد لله ومكسوف ان انا مش عارف اشكره مظبوط، وبطلب منه الدعم والمدد واقول له لاجل خاطر الغلابه اللي موجودين ساعدني يعني واجبر خاطري واديني عشان اقدر اعمل حاجه. عشان بتجبر بخاطر الناس يا فندم. يا رب اعرف. لا بتعمل كده يا فندم، لو سمحت لي اقول لا يعني. لا بتعمل كده يا فندم. انت عايز. كله بيقول بتعمل كده يا فندم. جت عليك. بتعمل كده يا فندم. الناس انا زرت يا فندم الاماكن اللي انتقل فيها الناس من حال لحال، من عشوائيات خطر لبيوت وعمارات. انا كنت لسه من يمكن من شهر في مثلث ماسبيرو جنبنا، بعدها كنت في الخياله، قبل كده كنا في الاسمرات. الرئيس عارف عمل ايه، انا كمذيع قلت انزل ابص واحاول اعرف الناس قدر الامكان. الناس يا فندم هناك شعره بالفرق وشعره بالامتنان. المخمليين اللي زي حالاتي هم بس اللي مش واخدين بالهم. لا خلينا نخليها زي اللي حالاتي كده. احنا كلنا يا يوسف لما نحط ايدينا في ايدين بعض حتى لو كان بالقلب، يعني مش مطلوب منك انك انت تعمل حاجه، بس يكون قلبك مع اللي بتعمل. مش مطلوب منك انك انت يعني انا اسف يعني شقاك تدي لحد تاني، مش مطلوب ده. لكن بقول في الاخر ان احنا يبقى قلبنا كلنا على قلب ببعض، على ان اللي بيتعمل ده لاجل خاطر انا ما بقول الغلبان والكلام ده. الناس يعني يقولي انت يعني اشمعنى كده يعني الغلبان مش كفايه غلبه؟ يعني يوسف الغلبان مش كفايه غلبه؟ كفايه قوي. طب مش كفايه يعني؟ طب ما نطبطبش عليه حتى بكلمه طيبه يعني، ما يحسش ان احنا مهتمين. اسمع، لما جينا نفرش الشقه دي قالوا لي بلاش. قالوا لي ايه؟ بلاش. قلت لهم يعني انا الناس اللي هجيبه معاهم هم جايين تعرفوا؟ فقلت له ما تعرفوش، الناس دي هجيب حاجات هتفكرهم دايما بالظروف الصعبه. انا مش عايزهم ينسوا اللي هم كانوا فيه. عايزين حياه جديده. حياه جديده. ولو اقدر يا يوسف اعمل ده في مليون واتنين مليون هعمل يا يوسف. 2 مليون شقه، 3 مليون شقه، هعمل كده؟ هعمل. انت بتقول يسار. انت يسار مش كده؟ ايوه يا فندم الحمد لله. يعني انت فاهم قصدي ايه؟ يعني طبعا مهتم قوي بالغلبان. ما هو علشان كده احنا طايرين مثلا بمبادره زي حياه كريمه يا فندم في الارياف. اسمع، الحياه كريمه يوسف دي المفروض ان تكلفتها الماليه مؤاخذه يعني ما فيش اي شكل من اشكال الاستثمار. ايوه في استثمار يا يوسف. ليه؟ هو انت بتصرف على ايه؟ على الناس. بتعمل بغير حياته، بتعمل ميه شرب، بتعمل صرف صحي، كهرباء، بتعمل كهرباء بتظبطها، بتسفلت شوارع، بترفع كفاءه بيوت، بترفع كفاءه مدارس، بتزود مدارس ومنشات اخرى وفرص عمل يا فندم. البرنامج ابو 700 ده النهارده هيوسف كلف تريليون جنيه. البرنامج ليه؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه. طب بس وانا قلتها بالراحه يعني. عارف يا يوسف واحنا لما جينا اعلنا ده الشركات اللي بتجيب المستلزمات ديت غلت عليها السعر 30% يا يوسف. غلت ايه؟ 30% زياده على الاسعار. انا فاهم ان ما زعلتش منهم، قلت ايه؟ يا جماعه اتعاملوا مع الناس على انهم ناس. ده تاجر وعنده فرصه، وحجم الطلب والعرض هو اللي بيحدد السعر. الطلب زاد قوي والمعروض كان واحد تقريبا، فغليت الدنيا. هنعمل ولا مش هنعمل؟ هنعمل. والمرحلة زادت منها 6 شهور بعد ما كنا بنقول ان هي تخلص نص السنة اللي فاتت يعني شهر 6 السنة دي يعني. طيب. تكمل معانا لاخر السنة دي ونبدأ المرحلة الثانية اللي كنا بنتمنى ان هم يخلصوا الثلاث مراحل في سنة 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 يعني. اللي انا عايز اقوله ايه؟ طب ده اتعمل ليه؟ اتعمل عشان الغلبان ده. صح. تقول لي طب يعني والتعليم؟ هقول لك انا بعمل ده وبعمل ده على قد ما بقدر، وبستهدف حاجات تانية. يعني ايه بستهدف حاجات تانية؟ بستهدف احل المسألة بشكل مختلف بفكرة. لكن بالمطلق ده انا اقدر اخش على 25 مليون
اقدر اعمل لهم احسن تعليم؟ لا يا باشا، ده مش هيحصل. ده ايه؟ مش هيحصل في المدى القصير. مش هيحصل. لما تلاقوا نفسكم ودخلكم في السنه تريليون دولار يا يوسف، ايوه هيحصل. ليه تريليون دولار يا فندم؟ عشان يبقى 20 تريليون جنيه يا يوسف. اه عشان يبقى 19 تريليون جنيه يا يوسف. تقوم تطلع منهم تريليون للتعليم. للتعليم. 1000 مليار مش 250 بقى. تقوم تدي المدرس حلو، وتأكل الواد حلو، وترفع كفاءة المدرسة حلو، وتجيب أنشطة جوه المدرسة جميلة، يرسموا ويعملوا موسيقى ويلعبوا رياضة وكده يا يوسف. يبقى كام؟ ادي كده تريليون. اه عشان تقول النهارده انك انت تقول تحل المساله دخلك يبقى تريليون جنيه، ما تقوليش بعد 30 سنه. لا قريبا. يبقى هنعمل ايه عشان نعمل كده؟ كلنا على قلب رجل واحد عشان نحل المساله دي. ازاي نغنى من غير ما نخطف؟ عارف يعني ايه نغنى من غير ما نخطف؟ ايوه. لا ما اخطفش حد ولا اخطفش دولة. أنا أخطف من فضل الله. أخطف منين؟ من فضل ربنا سبحانه وتعالى. أقول يا رب والنبي وأخطف منه. ربنا غني وبيقبل من اللي يدي العباد كده وزيادة. صحيح. لكن غير كده يوسف مش هينفع، ولازم تعرفوا كده. طب أنا قلت لكم كتير، أعمل لكم إيه بقى؟ طب الصحة زيه؟ صحة زيه؟ يعني في مستشفيات ما تقدمش الخدمة كده؟ أيوه. انتوا يعني لازم تعرف ان انت مش بتقول لاولادك ما اقدرش. اه طبعا. طيب اشمعنى هم بيستقبلوها منك وبيقبلوها؟ والله لسه قايل لهم كده امبارح. لا يعني طلبات قلت لا مش هينفع. عشان انت والدهم؟ ماشي. طب لو مش والدهم بيقولهم كده؟ فاهم؟ فطولت عليك. لا بالعكس، ده انا لو عليا للصبح، بس انا عارف انه سياده الرئيس بيصحى 5 صباحا. لكن لو سؤال كمان ينفع سؤال كمان؟ 10. ربي يخليك لينا يا فندم. أنا يمكن سألت لسيادتك السؤال ده، ويمكن كان ساعتها العدد قليل من الزملاء واللي أكبر مني في المهنة، لما اتكلمنا على موضوع المواني يا فندم. أيوه. والناس بتتكلم يمكن بالتعبير الدارج هري وهبد عمال على بطال. إحنا عايزين نسمع من فخامة الرئيس المواني المصرية كانت إيه؟ بقت فين؟ وهنعمل ايه؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجه يا يوسف. اتفضل. يعني انت بتسالني السؤال ده ليه؟ انت عندك افلام يعني بتسجل شكل المواني المصريه على مدى ال 50 سنه اللي فاتوا. صح. من اسكندريه، شيء كانت من الدخيله، من السخنه، من السويس، من بورسعيد، من يعني ممكن نقول برضو من الحمراء اللي هي بتاعت البترول. بس هو ده كان موجود، وموجود وصوره موجوده، سواء كانت في اداره وزاره النقل او في افلام عندكم موجوده، لو انت دخلتوا في الارشيف بصيتوا هتجيبوه. حلو. ده الشيء. طب المواني دي كانت تقدر تحط، ما هو انت عايز ايه يا يوسف؟ عايز تطلع في كل قطاعاتك عشان كل قطاع يجيب لك ارشيف. اجيب شويه من المواني، اجيب شويه من الزراعه، اجيب شويه من الصناعه، اجيب شويه من الطرق، اجيب شويه من كل قطاع اقدر اجيب منه حاجه اعمل. طيب المواني تقدر تجيب لك قرشين كويسين، بس عشان تجيب لك قرشين كويسين لازم يكونوا مواني درجه اولى. صحيح. يعني ايه درجه اولى؟ يعني فيها ارصفه متصممه بشكل كويس، عمق ال يعني الرصيف بين 12 بين 17 بين 22، ده اللي هي عمق الارصفه يعني. طيب في وانا بكلمك كده في تمينه بقى جداد. 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 انا قلنا النهارده ان كان عندنا تقريبا كل مواني مصر فيها 30 35 كيلو ارصفه. تمام. دلوقتي في 70 كيلو ارصفه. الضعف. يعني اللي اتعمل في تاريخ مصر القديم حتى 35 30 30 كيلو. دلوقتي بنتكلم في 70 منهم ايه؟ من اول على ساحل البحر المتوسط كده في ميناء تلاتينيو او جرجوب. ده
حوالي كيلو ونص، بعمق الغاطس بتاعها حوالي 17 متر. خلص اللي انا كنت فتحت، لو انتوا كنتوا حضرتوا معانا افتتاح القاعده البحريه هناك لو تفتكروا، اذا كان ده من سنتين طبعا. ادي اول واحد. وانت نازل بقى تحت كده هيبقى عندك مينا بقى الحمراء، وده بتاع البترول، يعني كفاءته كويسه وكل حاجه لصالح البترول. بس ننزل بقى على اسكندريه، من اسكندريه بتتزود له ارصفه ومحطات، وبيتقلب راسا على عقب، ونقول في خلال سنه ونص سنتين يكون خلص اللي هو منوي. وخرجنا ناس مشينا وودناهم بشار يقعدوا عشان نفضي الناس اللي كانت عايشه جوه المينا في بيوت. والمينا ده يا يوسف كان فيه مدرسه اتعملت جوه بالفساد، وعماره اتعملت جوه بالفساد من اسكندريه. على كل حاجه نكمل بقى نزل تحت كده من ابو قير 15 كيلو ارصفه. الله اكبر. كم؟ 15 كيلو ارصفه. الارصفه دي 3 مليون متر مربع، وظهير يتبني فيه 7 مليون متر في البحر بعمق 3 كيلو. يعني تاخد عربيتك وتخش على الارض دي تمشي جوه البحر 3 كيلو. كم؟ 3 كيلو. ب 7 مليون متر. عمق الرصيف 22 في البحر المتوسط. مصر تبقى تاني دوله عندها الرصيف ده. مصر يبقى عندها ايه؟ الرصيف ده. نخش على اللي بعد منه دمياط. نفس الكلام، بترفع كفاءته وتتعمل ارصفه جديده، وكل المشاكل اللي كانت موجوده على مدى السنين اللي فاتت مع المستثمرين ومع ده دخل، وكان في تحكيم خلصناه ورضينا الناس، وبنحل المساله عشان نطور الميناء وبنطوره. خلصنا دمياط، نزل على بورسعيد. بورسعيد في شرق وفي غرب. شرق في 5 كيلو ارصفه، منهم الارصفه بتاعت مرسك. وعلى البحر المتوسط في رصيف تجاري اخر كيلو ونص. كيلو ونص. ونص. اللي هي منطقه قناه السويس. في العريش فوق، تطلع فوق العريش بقى خالص، العريش اللي كان فيها الحرب دي. العريش. أيوة. سينا. ايوه. بيتعمل فيها مينا، خلص 500 وبنكمل كيلو، يبقى كيلو ونص. كده البحر المتوسط. خش البحر الاحمر بقى، يبقى بنشتغل على مينا غرب بورسعيد، اللي هو مينا بورسعيد القديم يعني، نطوره ونرفع كفاءته، وننزل بقى تحت على سفاجه والادبيه والسخنه، ونطلع فوق كده شويه عند برنيس. برنيس خلص. برنيس خلص، في قد ايه؟ في كيلو. دي شبكه اللي هي المواني الجديده. السخنه في 15 كيلو زياده. كم؟ 15 كيلو زياده في السخنه. وبيتعمل دلوقتي وبيتكركوا، قول كمان نص السنه الجايه اخر السنه الجايه يكون خلصان، تتفرج على مينا ايه؟ عالمي. ايوه. عالمي عالمي. تقول الله انت بتعمل هنا عالمي مش عايز تعمل في التعليم ليه؟ اقول لك انا عايز اعمل هنا عالمي عشان اجيب منه فلوس احطها في التعليم. عايز اعمل زراعه اصرف عليها مليارات عشان اجيب قرش منها اغطي، ما اشتريش بالدولار قمح من بره عشان اصرف على اغنى، عشان اغنى. والصناعه وكلام من هذا القبيل. بس فيعني دي المواني اللي احنا بنتكلم فيها. طب بقول ايه؟ في فرق يقول لك تعالى اعمل مينا وشغله، في بقول لك ان انا عملت مينا تعالى شغله. لا، للاشقاء للاصدقاء لرجال الاعمال المصريين، انت يا عم ما تشربش انا اصلا. ده منطق، منطق بعيش بدير بيه التاريخ اللي انا شفته في البلد دي، لما بخش في مسار الطرح اللي هو ايه؟ اعمل انت وابقى واديني يعني. لا انا هعمل وانت تدير او غيرك. واللي يدفع اكتر وادفق ايه؟ اشتغل. والريس بنفسه اللي هيشوف الحاجات دي. لا ما عنديش حاجه ثانيه اعملها غير ان انا اشوفكم كلكم زي ما انا شفتكم النهارده كده. الله اكبر. يا بختنا. كده يعني انا يوسف قاعد ليها. باذن الله على طول يا فندم. بفضل الله سبحانه وتعالى لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بامر تاني يعني، بس يقبلني ويبقى يعني يتجاوز عني طولة العمر والبركه في العمر، وتفضل موجود معانا برضه يا فندم. الله يخليك يا يوسف. بس ده الموانئ.
المطارات كده. طب شبكه الطرق اللي بتخدم على اللي انا بتكلم فيه ده، شبكه الطرق فوق خيالك. هو احنا يا فندم كنا زمان عندنا كام كيلو طرق، ودلوقتي بقى عندنا قد ايه اللي اتعملوا خلال الثمان سنين اللي فاتوا؟ خلي بالك احنا بنتكلم، اذا كنت عايز تسمع في الطرق، يعني في فرق بين انك تعمل طريق وانك تعمل طريق درجه اولى، يعني اللي انتوا بتسموه هاي واي وكده. ايوه، اي طرق بعملها انا تبقى هاي واي. حلو، انا ما عملتش غير كده. طب ليه بتصرف على الكلام ده؟ انت عارف انا بصرف منين؟ بعمل ايه؟ هو انت عارف يعني ايه دوله تتعمل تبقى قادره على انها تقوم تجيب التريليون دولار ده بعد شويه؟ عشان يجيب الكلام ده لازم اعمل ده، ولازم الانطباع كده، مش يتقال علينا ان احنا ولا عندهم طريق ولا عندهم كهرباء ولا عندهم ميه ولا عندهم. ما انا هبني مصانع من غير طرق ازاي؟ انا مش هتكلم على انها، اسمع، لما تبقى انت الدوله 128 ولا 130 في ترتيبك في الطرق. بالمناسبه التقرير اللي طالع على ان مصر 28 طالع بقاله 3 سنين. ما كانوش لسه راجعوا اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا. كان كام؟ 28 من 3 سنين. طب بنقول كده ليه؟ لان طب احنا بنعملهم ليه؟ زي ما اتقال كده في الـ ان العاصمه لوحدها كانت بتستهلك وقود وكفاءات عربيات ووقت الناس بحوالي 8 10 مليار دولار في السنه، بتبيع على من القاهره، يعني الناس اللي بتشتغل بتتحرك جوه القاهره. تيجي تتكلم، طب انا جيت عملت ده في القاهره، يقول لك انت عملت الطرق ليه؟ اقول له يا ابني احنا بنخسر 8 مليار دولار في ده شويه كده. يقول لك ايه؟ انت عملت الطرق ليه؟ يا سيدي والله كنا بخسر 8 مليار كل سنه دولار. يقول لك برضو انت عملت الطرق ليه؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بس طيب احنا كنا عندنا قد ايه طرق بقى؟ منك سالت السؤال. ايوه. احنا اضفنا ما يقرب من 17,000 كيلو. امال احنا كان عندنا ايه لما احنا عملنا 17 يا فندم؟ شوف يا يوسف، احنا كان ممكن يكون عندنا 10,000 كيلو و30,000 كيلو طرق داخليه في القرى والمدن والمحافظات والمديريات. اللي انا بتكلم عليهم دول مش طرق، انت ما فيش طريق بتكلم عليه اقل من 4 حارات وانت طالع فوق، 5. لو سمح لي الريس، هم مش اقل من 5 يا فندم. انا بقول لك يعني مش اقل. غير كده اللي بفتحه في المرج والمطريه، يوسف يبقى تعالى معايا كده اخدك مره. يا ريت اوريك. اتشرف اتشرف. كانوا فين؟ وعشان افتح لهم طريق بشيل بال 500 عماره او بيت وعوضهم واديهم فلوسهم ولهم تشكري. ما ده معناها ان التكلفه مضاعفه 3 4 مرات. عشان نفتح لهم يعيشوا، ما يبقوش هم كلهم قاعدين جوه كتل كده جنب بعضها. فده اذا كنت بتسال على الطرق يعني. والكلام ده بيتقال وبيفتتح. الطريق بتاع اسكندريه اللي بتكلم عليه ده، اللي هم ال 35 كيلو دول يا يوسف، كان 3 و3. وده طريق بتاع مينا رئيسي من اسكندريه، فالمينا الرئيسي في مصر من اسكندريه. من ايه؟ اسكندريه. فانت الشاحنات بتخش عليه والمسافرين والحركه كلها حتى على الساحل الشمالي كلها هتبقى منه. فلو انا قلت الكلام اللي قلته النهارده وسمعتوه مع الفريق كامل، بقول له يا كامل ما تشتغلوا في الطريق ده، ضيق قوي وحالته سيئه قوي. قال لي فندم بنعمله ان شاء الله، بس اديني 3 عمال. ليه يا كامل؟ قال لي كده. قلت له يا كامل مش هينفع كده. النهارده روح، لو انت ما رحتش روح ايوه يوسف شوف الطريق. لا انا شفت طريق الساحل الشمالي لما كنا مع سيادتك في الضبعه، فروحت محود وقلت اخش بقى اشوف الطريق اللي بيتكلموا عنه، فلقيت طريق بالنسبه لي انا قلتها على الهوا، ده طريق ما فيش منه، انا سافرت يجي 16 دوله ما شفتش الشكل ده ولا الكفاءه دي. محور التعمير يا يوسف بتاع اللي انا بتكلم عليه ال 35 كيلو شفته يا فندم، نفس المستوى. شفت محور التعمير وشفت اليمين والشمال ومعدي جنب أليكس ويست، شفته يا فندم. ده 8 حارات وده 8 حارات. وحوالي 12 منطقة تنموية بعملهم ليه يا يوسف؟ عشان وانت ماشي على الطريق تخش تشتري حاجة. طب هتشتري حاجة، أنا يهمني إيه؟ إنك تشتري؟ أنا يهمني الراجل اللي واقف بيبيع لك وبيشتغل بيها كل يوم ما تيجيش آخر اليوم. الشباب اللي بيشتغل ده. أو ياخد ال 150 جنيه ولا حاجة يروح بيهم. بس.
بعمل ده فرص عمل عشان أأدي بالأفكار دي فرص عمل للشباب دول أو للناس ديت اللي ما عندوش فرصة وما فيش أمل لشغل. أعمل له هنا تحت كوبري 10 12 محل تحت مش عارف إيه، بعمل كده. مش بتشوفوا الناس بتصابوا ليه اللي معمول ده؟ الناس دي بتعمل عشان الناس تشتغل وعشان تأمن الكباري. عشان إيه؟ تعمل الكباري. تأمن. في ناس بتشتغل وفي ناس بتأمن وفي ناس زي ما حضرتك ذكرت فرص عمل للشباب. وتأمن الكباري. وتأمن ايه؟ تأمن الكباري. كده. فأنا عايز أقول ايه؟ أي قطاع بقى؟ طب احنا سيبنا المدارس؟ لا. طب سيبنا الجامعات؟ لا. أنا خلصت جامعات لغاية 2000 لغاية 20 سنة جايين. الله. طب ليه عملت كده؟ لقيت فكرة وجريت عليها وعملتها. اسمع يا يوسف. اتفضل يا فندم. هديك مثالين فاضحين. بقول لك أنت عايز تسهر بقى. أيوه. طب اسهر عشان نروح البيت بعد كده. هو حد يطول يا فندم يسهر مع سيادة الريس؟ ربنا يبر خاطرك يا يوسف. يا رب يخلي سيادتك. أحد العلماء الأفاضل الله يرحمه دكتور أحمد جالي في 2014 كده قال لي أنا عايز أعمل مدينة علمية وبتاع. دكتور زويل. قلت له أنا طب مطلوب مني إيه؟ قال لي تخلي بس الهيئة الهندسية تعملها لي. قلت له حاضر. بس دكتور أحمد أنت هتدفع تمويل؟ قال لي طبعا أنا جايب فلوس ومش عارف إيه وفي ناس هتتبرع وكلام من هذا القبيل. ماشي يا فندم. حلو. وراح قال لي أنا في مبدئيا دلوقتي 500 مليون جنيه. كويس. طب هات الرسومات. جاب لي الرسومات. هات الرسومات. جاب لي الرسومات. قيم الرسومات دي 3.5 مليار. يا دكتور أحمد الله يرحمه أنا بقول لك قبل الشغل هتبقى هتقدر تجيب الفلوس؟ قال لي تو طبعا اشتغل. تعب بعد كده الراجل الله يرحمه الله يرحمه طبعا يعني توفى. كملتها ولا سبتها؟ كملتها يا فندم. كملتها. طب حد اداني حاجه؟ لا. هتقول لي طب وانت هو انت بتدفع انت بتتكلم كده وكأنك بتدفع من جيبك يعني؟ اقول لك لا. بس كل حاجه ليها التزاماتها. طبعا. يعني طب ما هو ازاي اكملها ولا اسيبها؟ اسيب الكوبري 5 سنين يوسف ما تعملش؟ لا. اسيب الكوبري 3 سنين ما تعملش؟ شفت كوبري ما اتعملش؟ مفيش. انا عملت 1000 كوبري في الفتره بتاعتي. 1000. شفت كوبري اتعمل في سنتين ثلاثه؟ لا. امال ايه؟ اسابيع شهور. يبقى انك انت فاهم كويس تدير عملك ازاي عشان ما تبلاش موضوع وتوقف. ادي اول واحده. الحاجه الثانيه مستشفى 500 500. دي برضو يعني ناس طيبه وافاضل ورجال اعمال كويسين. قال انا عايز اعمل مستشفى للاورام اعالج فيها الناس بالمجان. قلت له طيب عايز ايه؟ قال لي الارض دي وبتاع. قلت له ماشي. وايه تاني؟ قال لي نعمل 1000 سرير. قلت له 1000 سرير؟ قلت له انت عارف 1000 سرير دول علاجهم السنوي كام؟ ده المواطن اللي عنده اورام بعيد عن السمعين يكلف 300,000 جنيه. يكلف ايه؟ 300,000. طب انت هتجيب المليارات دي منين؟ طب وانت هتعمل المستشفى دي هتكلف 17 مليار. هتكلف كام؟ 17 مليار. 17 مليار. توتال. لا انا شايف ان احنا نعملها اقل من كده. القرشين اللي جابهم حطهم وشكرا. كملت؟ طب انا لو استنيت الرقم مش هتكمل. مش هتكمل. اطلع شوف 500 500 عامله ازاي. كملناها. ها؟ كملناها. بنكملها وقلنا ان احنا نخليها 300 سرير بس. لان مش ممكن اي تبرعات تبقى كافيه لتكلفه العلاج. وده كلام هي دي مشكله الناس. مشكلة الناس ايه؟ ان الحلم مش 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 مستكمل بفهم وتقدير حقيقي للواقع. انا قلت لك في النهارده كنت بقول في اللقاء الجامع والكاتدرائيه قلت نتبرع بيهم يا مصريين كل المصريين عشان نعمل الجامع الكاتدرائي. وانا بقول لك احنا دلوقتي بعد ما خلصوا واتعملوا 10% بس نتبرع قيمه الله. كم؟
10%. اوعى يوسف تدي ظهرك للناس وتقول يبقى كلام بس. يا ريس حضرتك ليه ما استسهلتش الموضوع والفلوس جبنا بيها شوية قمح على شوية زيت على شوية شاي على شوية سكر وفراخ مجمدة ولحمة برازيلي؟ طب ما الحاجة هو في حاجة يعني أنا الكلام ده أنت بتتكلم وكأن ده مش موجود، ده حاجة موجود؟ كنا بقى هنجيب أكتر بدل ما نقعد نعمل في طرق وكباري ومصانع ومدارس ومستشفيات وجامعات. مش في ناس بتقول كنتوا جابوا لنا بيها اكل وشرب او وزعوها علينا؟ ليه ما استسهلش الرئيس كده؟ كانت هتبقى اسهل حاجه. لا ابدا ابدا. هو عايز اقول ايه؟ طب انا وزعت عليك دلوقتي، طب بكره، طب السنه الجايه، مفيش. لكن انا لو قدرت اعمل لك قدره وخليت البلد دي تكبر وتغنى بفضلك يا رب، يبقى انها رزق والناس تشتغل وتجي تاكل عيش. هو اللي حصل في 2011 كان اتعمل ليه؟ عشان الناس كانت عايزه تعيش، ما كانش في امل خالص، كان في احباط، وكان التشخيص اللي بيطرح من المفكرين والمثقفين والسياسيين والاعلاميين ما بينطبقش على الواقع. خول البلد خسر ابو هدوه، خسرنا 477 مليار دولار. البلد مش هتاكل. ماشي. شايفين ده صح؟ طب لما انتوا عملتوا كده، احنا كلنا المصريين عملنا كده. طب مش لما تكسروا تصلحوا؟ المفروض. يتصلح. ترد. نتصلح، نحاول. نصلحه. مش تقول يلا صلح وريني وريني همتك. لا نصلح. شغلك. جماعة. أنت مش شايف شغلك ليه؟ التعليم بتاعك ماله كده؟ المستشفيات بتاعتك مالها خربانة؟ ليه مش الله 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 الله. ده انتوا اللي عملتوه. ده انا بصلح اللي انتوا عملتوه. اللي كسرتوه او اللي ما اللي كان فاضل وكسرتوه عايز ارجعه تاني. انت هتقول لي ايه الالم ده؟ واللي بيفهم كتير يا يوسف بيتعذب، واللي ما بيفهمش مرتاح. اللي بيفهم كتير ايه؟ يتعلم. واللي ما بيفهمش مرتاح قوي صحيح. مش عارف حاجه. عايز تسال تاني؟ ينفع؟ وبقول لك للصبح. يا سلام. هروح شغلي برضه الساعة 5 يعني. هو أنا كده كده خلاص الباب اتربس عليا من جوه. خلاص كويس. الحمد لله احنا بايتين هنا في ماسبيرو، بس ليا الشرف. سيادة الرئيس، الناس برضه بتيجي تتكلم تقول طيب يا جماعة احنا عايزين نعرف المستقبل بتاع الصناعة في مصر، احنا في مصانع كانت متوقفة، مصر مش واخدة مسارات في خط التصنيع أو تنمية الاستثمار في الصناعة. طب وهكمل لك اهو. اسمع بقى، اسمع أنت. أهو. بص يا يوسف. اتفضل. حصل للصناعة ثلاث هزات. الهزة الأولانية في أحداث 2011 و13 خرجت مصانع من الخدمة. خرجت إيه؟ مصانع من الخدمة. ليه؟ أنت عامل مصنع بناء على دراسات جدوى وعلى فلوس واخدها من البنوك وعلى تشغيل. لما خدت ضربة ما استحملتش. وده مش عيب إنك أنت ما استحملتش. هو العيب إنك خدت ضربة. أقول تاني؟ اتفضل يا فندم. انت مش عيب انك انت ما استحملتش. العيب انك انت خدت ضربه، والضربه دي انت مش انت السبب فيها، الظروف اللي سبب فيها، زي ظروف كورونا كده. زي ظروف الحرب الروسيه كده. صحيح. خدت بالك؟ دي واحد. نمره اتنين، دي الضربه الاولانيه، يبقى 11 وايه؟ و13. 11 و13. طيب، في بعض المصانع كان دراسات الجدوى بتاعتها يعني مش دقيقه يعني. الناس حطت استثمارات ولكن الجدوى بتاعتها مش موجوده. فما كانش ممكن يكملوا الناس. انا بديك قضيه الصناعه اللي هي اللي انت بتتكلم عليها. ايوه. طيب دي اول ضربه. الضربه الثانيه في 2016 لما تحولت من 8 دولار 8 جنيه للدولار ل 16. عملت تحرير سعر الصرف. عثر بعض المصانع ديت نتيجه تغير سعر الصرف. فالدراسات اللي اتبنت عليها المسار برضه تلقى الضربه بالاجراء الاقتصادي ده.
الاقتصادي. الاقتصادي ده. طيب احنا حاولنا نصلح ده ونقف جنبهم سواء من خلال مبادرات من البنك المركزي عشان نحاول نقوم. نجحنا مع جزء وما قدرناش نكمل، مش ما قدرناش عشان ماليا، عشان ما بقاش اقتصاديا ممكن يشتغل، ما ينفعش. يعني وقفنا مديونيه، الغينا ضرائب، اسقطنا مثلا حاجه للكهرباء كده يعني. عشان اديله فرصه ان هو يقوم تاني. لكن ده الضربه الثانيه. الضربه الثالثه في ازمه كورونا والازمه الروسيه. اللي هي نتيجه الازمه ديت سلاسل الامداد اللي بنجيب منها قطع الغيار ارتفع سعرها كتير. فبدل ما كنا بنشتري الحاجه ديت وبننقلها، الكونتينر كان برقم يعني 800 900 دولار بقى 10 و 12 ألف دولار. ده كان ليه تأثير كبير على السلاسل بتاعت الإمداد. الحاجة الثانية يا يوسف، أنت في النهاية معاك قرشين كدولة في بالدولار، يعني ليك دخلك من الدولار بيجي منين؟ بيجي من قناة السويس، تحولات المصريين في الخارج بيجي لك من الصادرات بتاعتك سواء كان زراعيه او صناعيه، والاخر حاجه السياحه. في حاجه روعه، مفيش تاني. هل عندك موارد تجيب لك مال سايل تبيع مثلا خامات او كده؟ طيب انت بتستورد 10 مليون طن قمح في السنه. احنا بنشتغل في حدود 18 مليون طن قمح في السنه. انت بتستورد حوالي 10. اللي احنا عرفنا نعمله خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا ان احنا يعني نكسر حوالي 2 مليون طن زياده، يعني بقى انتاجنا 3.5 4 اللي هيتسلم للحكومه. معايا وشغالين. عهدك ان شاء الله اخر السنه الجايه ينزل مليون فدان زياده من الانتاج بتاعنا. الله اكبر. ان شاء الله باذن الله. بعدها بست شهور كمان ندخل مليون ثاني ان شاء الله باذن الله يا رب. طيب نرجع بقى الحاجات دي لما غليت يا يوسف بقت عبء على الدولار. ليه بقت في مشكله دولار في مصر؟ لانك انت النهارده كان ليك حجم معين من الدولار بيخش لك. بقينا احنا حريصين على ان الدولار ده يكفي الاول السلع الاساسيه. لان ما اقدرش اقول للناس ما تاكلش. صح. ما اقدرش. فكان لابد. طب القمح زاد من 280 250 260 ل 400 450 يعني الضعف. فلو انا النهارده بدفع في القمح مثلا 3 مليار بقوم 6. لو انا النهارده بحط في الدوره 2 مليار بقوم 4. الدوره اللي عشان اكل انا اسف يعني الاعلاف العلف والدواجن وكلام هذا القبيل. دي دوله فيها 100 مليون يا يوسف. ايوه فعلا. دي دوله فيها ايه؟ 100 مليون. احنا كرجال صناعه كنت حاولت خلال الثلاث سنين اللي فاتوا ان احنا نزود حجم المنتج الصناعي عشان نخفض من فاتوره مستلزمات الانتاج. نخفض من ايه؟ فاتورة مستلزمات الإنتاج. مستلزمات الإنتاج يا يوسف بتكلف 30 مليار دولار. بتكلف كام؟ 30 مليار دولار. لأن الخامات اللي بتيجي وبتاع والناس بتشتغل سواء الحاجات دي بتتباع جوه مصر أو بتتباع بره مصر. فاهم أقصد إيه؟ أيوه. فعشان كده بقى الضغط على الدولار غالي. هديك مثال. إحنا يوسف كان يعني مثلا يعني لما كان البرميل بترول ب 50 وب 60. احنا دلوقتي بنشتري بالاسعار دي في حدود 2 مليار دولار في الشهر. كم؟ 2 مليار في الشهر. ده وقود اللي هو البترول. بترول. طيب لما كان النهارده ب 50 كان يبقى مليار ولا مليار و100 ولا حاجه. لما يبقى 80 و90 و100 و100 اكتر من كده الفاتوره هتكبر مننا تبقى 2 طبعا 2 و100 2 و200. عبء. طبعا. في الاخر انت لازم تخش محطه البنزين وتلاقي بنزين، وتخش السولار تلاقي سولار، والمعدات اللي بتشتغل في كل حته في مصر تلاقي الوقود بتاعها. طيب نرجع بقى لل طب الغاز بقى. عشان كده لما قلت ان الغاز كان كرم كبير من ربنا الحمد لله الغاز بالشكل السوداء بقى اكتر. احنا بنستهلك الغاز باسعار 4 دولار للوحده لانتاج الكهرباء في مصر 2 مليار دولار في الشهر.
طب يا يوسف بقى انا ما عنديش انت غاز، كنت هشتري الغاز ب 20 و30 دولار للوحده، يعني ال 2 مليار دول كنت هدفعهم 10 و12 في الشهر. طب كنت هدفعهم؟ لا معيش. نعمل ايه؟ هستلف. لا هتستلف ايه؟ مش هجيب. لا مش هجيب، وهطفي اطفي. اعمل ايه؟ عرفت ليه انا ببقى زعلان ومتألم؟ عرفت يا يوسف؟ فاهم يا فندم. عرفت بقى؟ احنا بنتكلم في وادي، خليها فيك انت، خليها فيك انت، وانت في وادي تاني. ايوه. وانت ايه؟ ماشي. في وادي تاني. وادي تاني خالص، تقول اي حاجة. المهم ان الكلام مترتب كده ورا بعض ومتنظم، يوسف بيتكلم يعني، واسمعوا بقى عشان ايه؟ هنعلمكم تتكلموا بقى. هنعلمكم تقودوا بلد يعني. هنعلمكم تحلوا مسائل. هنعلمكم تدوا حقوق للناس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لسه تاني؟ لسه تاني مش كفوكمش اللي عملتوه؟ ياه. عرفت زعلان ليه؟ ولا عاش ولا كان اللي زعلك يا فندم. لا انا زعلان، انا زعلان عليها، على البلد. البلد في ايد امينه يا فندم. لا ربنا يامنها. لا والله. انا عايز اقول لك يعني ايه؟ طب بقى خلي بالك الدولار اللي احنا بتاع الغاز اللي احنا بنتكلم عليه ده، انا قلت نقد 17 مليون وحده تدفع اقل من 50% من ثمن الكهرباء. على ايه؟ على ب 4 دولار للوحده. وانت يا يوسف لو كنت بتدفع، عشان برضه الشرائح الكبيره بتدفع تقريبا ثمن الكهرباء بتاعتها، لو حسبتك على ثمن الكهرباء الحقيقيه اضرب في 5 من اللي انت بتدفعه دلوقتي. صحيح. لو انت بتدفع 2000 هتدفع 10. 10. طب انا ما دفعتهم لكش يا يوسف، مش انا عبد الفتاح، مصر. مصر. الغلبانه دي. فضل كبير. ونعمه. من ربنا. طب اسال، لما اعطل تعرف ان انا مش عارف شغلي. وعايز اللي ما يعرفش يعمل ايه يا يوسف؟ ما يتكلمش. اللي ما يعرفش يعني عند سيادتك يعني الحق ما يتكلمش، عشان ما يظلمش، عشان ما يعل، ما يديش يبني راي عام خاطئ يخليه يقوم يهد البلد وهو متهيألو ان هو بيجيب حق البلد وحق الناس. هي دي مصر اللي انا بتكلم عليها يا يوسف. قول لي اي سؤال بالارقام بالتحديات هرد، واللي يقدر يحل يجي يجي لي يقول لي بكره انا جاي ورا، وانا هاخده اهوز دماغه واقول له يلا يا جماعه يلا شيل. ربنا يا رب يوفقك وتساعد وتقدر تحل معانا، لان دي بلد. ايه تاني؟ اسال بقى. الناس يا فندم لما كانت بتتكلم طول الوقت على العاصمه الاداريه، انا مش هسال بقى على العاصمه، انا هسال ليه سياده الريس فضل بيسمع اعتراضات احيانا، يسمع كلام غير دقيق احيانا، كل حاجه رئيس بيشوفها وبيقراها في الجرايد وبيسمع اللي الناس بتقول فيه، وفضل ساكت 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 لحد المؤتمر الاقتصادي قال حقائق وارقام. لا لا يوسف، لا 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 والله، انا لو عملت كده ابقى مش امين، امين مش امين معاكم. لا انا قلت الكلام ده يوسف قبل كده مرتين ثلاثه والله العظيم. قلته لنا يا فندم. لا انا قلته، انا بنفسي يا يوسف قلت على موضوع العاصمه. يا جماعه يا اللي بتتكلموا على العاصمه، يا اللي بتتكلموا على العالمين، يا اللي بتتكلموا على راس الحكمه، اللي بتتكلموا على 40 مدينه، بني سويف والمنيا الجديده والاقصر واسوان وكل ده معمول بفكره ان انا بحول الارض اللي بس المتر يساوي 100 جنيه الى متر 1000 او 10000 حسب قدرتي على تنميه، بجيب من الفلوس اللي ببيع بيها ليوسف ولغيره اللي انا بنمي بيه، ويبقى انا اللي عملته كله مش من موازنة البلد. يعني أنا يا فندم عملتها ببلاش؟ لا مش ببلاش. بإيه؟ أنا كسبت 2 تريليون جنيه. كسبت؟ أمري؟ الله أكبر. طب معلش أستأذن أشرحها لنا يا فندم. أنا بقول كل حاجة معروفة. أيوه. وقلتها قبل كده. قلت 750 مليون متر. كم؟ 750 مليون متر مربع. هي 175 الف فدان. حلو. فانا بحط رقم تحفظه 750 مليون متر. لو المتر يس ب 100 جنيه ب
75 مليار. لو المتر يا يوسف ب 1000 جنيه 750 مليار. لو المتر يا يوسف ب 10000 جنيه ب 7.5 تريليون جنيه. صح. ها؟ أنا كل اللي نميته شغال في 40000 فدان دلوقتي ل 175. لسه قدامي 135. اه واللي نميته ده يعني لسه في كتير جدا ما اتعملش يعني. مش بس كده. فالنهارده أنا بعت أرض وببيع أرض للمطورين، بنيت الحي الحكومي من البيع اللي بعته، بعمل المرافق من البيع اللي بعته، بخليها بالشياكة اللي أنت شايفها دي. أيوه. من البيع اللي بعته، ثم بعد كده إن شاء الله اللي عندي كشف البنوك من الشركة مش أنا يعني، شركة العاصمة. أيوه. عندها وأنا قلت برضو الكلام ده قبل كده 45 مليار وعندها ائتمان واجب السداد 45 مليار. هدي 90 ده كاش. كاش يا فلوس. تقول لي طب ما جبتهم لنا ناكل بيهم. اقول لك يا يوسف انا بعمل كيانات اقتصاديه عشان افضل اغني يعني اغني هنا وهنا وهنا في العالمين وبني سويف وفي المنيا وفي الاقصر وفي اسوان وفي الجلاله وفي شرق بورسعيد وفي راس الحكمه وفي العاصمه وفي المنصوره الجديده وفي رشيد الجديده. ببني كيانات تجيب فلوس وتخلي اصول البلد دي بعد ما كانت كلها عباره عن القاهره القديمه او كده، لا او حتى القاهره الجديده، لا انا بقول لك لو انت جبت المتر، لو انت متر ب 1000 جنيه 750 مليار. لو انت قلت المتر ب 10000 يبقى 7.5 تريليون جنيه. طبعا تقول لي طب انت ممكن تبيعهم دلوقتي بالمبلغ ده؟ اقول لك لا يا يوسف، لكن ده يعني ممكن حاجه ثروه عقاريه 10 سنين اللي جايين الى 15 سنه جايين. بس انت اوجدتهم بفضل الله. لكن لو كنتش عملت ده كنت هتفضل زي ما انت كده. يبقى انا عملت عاصمه، اديت انطباع للمصريين ان بلد يفرحوا ببلدهم ويحسوا ان بلدهم قويه وقادره، وفي نفس الوقت ما دفعتش حاجه. وبقى ليا دخل اقدر للاجيال القادمه اقول ايه عندي هنا، اقدر كل سنه اخد لي من الارض دي 100 مليون 100 مليار 200 مليار حسب قدرتي على بناء نقاط جاز. طيب فخامه الرئيس اتخذ مجموعه من الاجراءات الاقتصاديه في 2016 وحصل تحرير لسعر الصرف ووصل الدولار يطلع لحد ما تقريبا وصل يجي 19 جنيه. إلا أنه بعد كده أصبح بيهبط تاني لوصوله إلى تقريبا 15 جنيه 46 قرش. فكان في إجراءات اقتصادية هي اللي أدت إلى هبوط سعر الدولار لحد ما جت الكورونا. هل فندم فخامة الرئيس بيقدم مجموعة من الإجراءات وبرضو الإصلاحات الاقتصادية اللي من شأنها بعد شوية تخلق هبوط مرة تانية في سعر الدولار؟ عارف يا يوسف فكرة انك انت تحسب قدرة الاقتصاد بتاعتك بسعر الدولار فكرة مش دقيقة يعني. واحنا كلمنا في المؤتمر خلال الكام يوم اللي فاتوا دول، دي فكرة مش دقيقة ومش وقل تكون صائبة يعني. حلو. والفكرة كلها ايه؟ القضية اللي عندك انك انت تبقى عندك العملة المطلوبة لتكفية كل مطالبك وزيادة، يعني لو انت بتستورد ب 100 مليار في السنة او حجم الدولار اللي انت محتاجه في السنة للانفاق 100 مليار يبقى معاك 110 120 130 تجيب بال 100 وتحط ال 20 30 في الاحتياطي بتاعك، والسنة اللي بعده 20 30 لغاية لما يبقى عندك 200 300. وده بيعكس قدرة الاقتصاد. مش هتعمله غير ب انك انت تقلل فاتورة الاستيراد وتزود فاتورة التصدير. عظيم. فاتورة الاستيراد تقللها وتزود فاتورة التصدير الصناعة. الايه؟ الصناعة. الصناعة. واحنا شغالين في برنامج في يعني مبادرة كتير منها مبادرة ابدأ، لو كنت سمعت عنها ابدأ. طبعا. الهدف منها كلها انك انت تعمل احلال لكتير من مستلزمات الانتاج اللي انت بتجيبها من الخارج وتعملها في مصر. بس تاخد وقت كبير. هديك مثال. النهارده بتيجي تقول لي طب بتعملوا مصانع ويلا ما عملتوش في 7-8 سنين دول مصانع. يوسف انا عشان اعمل مصنع لبيت الكوبايات مثلا بياخد مني 5 سنين. هيشغل في الاخر 700 800 واحد.
ولازم اعمله. يعني مش مثلا لما اقول كده يعني ما يتعملش، لكن انت عشان تقدر تحمل صناعات كتير جوه مصر عايز ارقام كبيره قوي، وعايز يعني الرجال الصناعه يعني. يعني هديك مثال، يعني كنت بكلم وانا يعني احد رجال الصناعه المحترمين في صناعه الملابس الجاهزه. عظيم. فبقول له يعني انا عايزك، اذا كنت بتصدر ب 500 عايزك تصدر ب 5 مليار، قول لي اعمل لك ايه؟ انا مستعد انفق معاك زي ما انت عايز، بس مش عشان اشاركك واخد فلوسك. عشان اصدر ب 5 مليار. عظيم. فاحنا يا يوسف اذا كنا بنتكلم عن الدولار، الدولار كحل لابد انك انت فاتوره استيرادك تقل، فاتوره تصديرك تزيد، ويبقى عندك الحجم الفرق بينهم تحطه في الاحتياطي بتاعك يخليك دايما ظهرك قوي يعني. طب هل ينفع انوع سله العملات يا فندم؟ ما هي في النهايه عايز اقول لك حاجه، انت النهارده عمليه التنويع اللي بتتكلم عليها يمكن تكون مرتبطه بان سعر الدولار دلوقتي في السماء نتيجه اجراءات امريكا عملتها في البنك المركزي الفيدرالي الامريكي. صح. لما رفعت الفائده مره واثنين وثلاثه بشكل حاد، خلت الطلب على الدولار مؤاخذه يعني موت العملات الثانيه يا يوسف. ايوه. شوف الاسترليني بكام، وشوف اليورو بكام، وشوف الين الياباني بكام، والايوان الصيني والايوان الصيني بكام، كله طاح يعني زي ما بيقولوا. فانت مش اقوى منهم يعني. هل يعني في ناس برضو بتتكلم على انه والله اذا احنا بنستورد من الصين بالمبلغ الفلاني، طب ندفع باليوان، بنستورد من روسيا بالمبلغ الفلاني فيا ندفع بالروبل، كلها اطروحات بيتم تداولها احيانا يا فندم. ده صحيح، بس ده انت عشان توصل لاتفاقات من دي بتاخد وقت، لان هي طبعا هو برضو يعني بيهمه انه التبادل التجاري بتاعك يستمر، ولكن ما زال الدولار هو الاساس يعني. العملة الأكثر طلبا وهيمنة. لا هي العرش يعني، على العرش يعني في العالم كله. ربنا كبير، ربنا كبير طبعا. كبير كبير. سيادة الرئيس أنا طولت على حضرتك وسهرتك، ويعني ده الساعة بقت يعني داخلة على واحدة وحضرتك هتصحى 5 صباحا. أنا آسف على الإطالة، ومتشرف أبدا حقيقي بالمكالمة. ألف شكر يا فندم. ربنا يخليك يا يوسف ووفقك، وأنت بقيت دلوقتي في مكان بتشوف الوقت ده غير الوقت غير زمان. صحيح. الوقت ده غير زمان، بتشوف اكتر وبتعرف اكتر. صحيح. وكمان ما دام عرفت اكتر تبقى المسؤوليه بعد اكتر عليك. صحيح صحيح. ربنا يا رب يوفقك. ربنا يخلي سيادتك يا فندم، وتحيا مصر يا فندم. بالله سبحانه وتعالى. ونعم بالله سبحانه وتعالى. الف 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 شكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. اتشرفنا. ربنا يخلي سيادتك. بس حضرتك قلت لي هتاخدني معاك يا فندم مره في جوله. امال ايه؟ كل يوم جمعه. يلا انا ساعات بتطلعها في التلفزيون ساعات ما بتطلعش. قولوا لي يا فندم وانا هبات قدام الاتحاديه من ليله الخميس يا فندم. لا ربنا يكرمك. ربنا يخلي سيادتك يا فندم، ربنا يخلي سيادتك، وربنا يخليك لينا يا فندم. ليك يا يوسف. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم.